أخبار اليوم. مرحبا بكم في قصر الفنان الراحل نجيب الريحاني، وهذا القصر من أقدم القصور الثقافية، وقد تخرج من مسرحه عدد كبير جدا من الفنانين الكبار، وعقدت به أيضا ندوات أدبية ونقدية. الآن في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيادة الوزير الأستاذ الكاتب حلمي النمنم، قد جدد القصر وكل المكتبة ونظام الحماية المدنية أيضا إلى حد كبير جدا. الآن القصر يعد من أجمل القصور، وسيخدم منطقة حدائق القبة وغيرها من المناطق. نتمنى للقائمين على هذا القصر أن يقوموا بعمل زيارات ميدانية إلى كل المدارس المحيطة بهذا القصر، ويكون هناك تعاون وثيق بين الثقافة وبين التربية والتعليم. ولدينا بروتوكول موقع من قبل الوزيرين نحاول تفعيله. أتمنى أيضا اكتشاف المواهب الأدبية والفكرية والنقدية والفنية لدى طلبة المدارس والجامعات في الوسط المحيط بهذا القصر. أتمنى لهذا المسرح أيضا ألا يتوقف عن اكتشاف المواهب المسرحية والفنية، وقد قدم عددا كبيرا من الفنانين للسينما والمسرح، هذا دوره. كما أنه سوف يقام فيه أيضا شيء مهم جدا، وهو فصل دائم لمحو الأمية، ولدينا محو الأمية الأبجدية بجانب محو الأمية الثقافية من خلال الدورات والتثقيف وورش العمل. كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى والقائمين على هذا القصر الذين أحييهم، وأتمنى لهم دوما كل التقدم والازدهار، بجانب لابد من الاهتمام بالحرف التراثية، والقصر مشهود له أيضا بهذه الحرف مع غيره من القصور المجاورة. كل هذه الحرف التقليدية من خيامية ورسم على الزجاج، وأيضا الزجاج المعشق والطرق على النحاس وما شابه ذلك، كلها سوف تصب لخدمة الاقتصاد المصري من خلال أن نكتفي نحن بما ننتج، لأنه لا ينبغي لنا ولا نقبل على الإطلاق أن نستورد بعض الأشياء القبيحة التي من الممكن أن نستطيع تصنيعها هنا بأيدي مصرية جميلة. هذه الأيدي المصرية التي حفرت قناة في أقل من عام هي قادرة على أن تنتج ما نستهلك، ولذلك كل القصور الثقافية سيكون بها بالتأكيد على الأقل حرفة أو أكثر من حرفة تقليدية تراثية تنتج، ومنها سوف نبيع للمنتج للمستهلك المحلي، ونتمنى في المستقبل أن نصدر هذه الحرف وهذه المنتوجات حتى تدر عملة صعبة لخدمة أبنائنا ولخدمة شعبنا المصري العريق.